الشمس اللي مدوره الدنيا كلها. طب زي ما احنا متعودين من سنه 4 سنين اللي فاتت قلنا الضوء ده لو جيت احد ما اعرفه لما بنيجي نعمل له مصطلح علمي الضوء ده عباره عن ايه؟ طيب نرجع بنقول كده زي الكتله البشريه خدنا مصطلح السنه اللي فاتت كنت بقول الطاقه. يعني ايه الطاقه؟ الطاقه دي ان انا اقدر اعمل ايه شغل؟ القدره على ايه؟ عمل شغل او تحديد شغل تمام؟ او القدره على بذل شغل. هطلع السلم، هلعب ماتش كوره، هعمل تمرين. طب من ثمر الطاقه دي ايه؟ عندي حاجات كتيره قوي. لو قلنا مثلا طاقه ضوئيه، طاقه حراريه، طاقه كهربيه. طب ايه اللي بيميز الضوء ده كشكل من اشكال الطاقه عن بقيه سواها؟ عندي حاجه واحده، ايه هي؟ يبقى انا لما اجي اعرف الضوء ده اقول هو ايه؟ هو صوره من صور الطاقه. طيب صور الطاقه ده اللي بيميز الضوء عندي ان انا بقدر اشوف. هل الكهرباء اقدر اشوفها وهي ماشيه في الاسلاك؟ لا. يبقى الضوء صوره من صور الطاقه ويمكن رؤيتها. طب ايه مصادر الضوء اللي موجوده عندي في الطبيعه؟ عندي المصدر الاساسي للضوء على سطح الارض هو الشمس. طب يا ترى الناس القمر اللي احنا شايفينه في السماء ده بنعتبره مصادر الضوء؟ هقول لك لا. ليه؟ لان القمر ده زي ما درست السنه اللي فاتت ان هو جسم معتم مظلم. امال الناس احنا ليه بنشوفه منور؟ لانه بيعكس ضوء الشمس الطاقه ايه؟ الطاقه العامه. انا لما اجي اقسم مصادر الضوء هقسمها لمصدر فانتبنا خلاص تعريف الضوء من الطاقه التي يمكن رؤيتها او صوره او شكل من اشكال الطاقه ويمكن رؤيتها بنسميها ايه؟ الطيف المرئي. يبقى الضوء بيسمى ايه؟ الطيف المرئي. طب ايه صور الطاقه اللي موجوده عندي او مصادر الطاقه اللي موجوده عندي في الطبيعه؟ عندي مصادر طبيعيه ربنا سبحانه وتعالى خلقها. اللي هي زي مين؟ زي الشمس، زي النجوم، واهم حاجه طبعا الشمس لان هي مصدر الضوء على سطح الكره الايه؟ الارضيه. والنجوم اللي موجوده في السماء بالليل والقمر اتفقنا خلاص ان احنا مش هنعتبره من مصادر الايه؟ من مصادر الضوء. طب المصادر الصناعيه بقى اللي الانسان عملها بعد كده زي مين؟ زي المصباح الكهربي، زي الكشافات الضوئيه، زي المصباح الكيروسين، المصباح الذاتي، الحاجات دي كانت موجوده قديمة. طيب ازاي الضوء بينتقل؟ هنعمل بقى تجربه بسيطه كده. اول خاصيه للضوء، الضوء يسير في سكوت مستقيم. طب هنستنتج الكلام ده ازاي؟ بجيب عندي ثلاث قطع او حوائط من الخشب بيكون ليها قطع كبيره فاتحه. طب بحطهم الثلاثه على استقامة واحده، يعني على نفس الترابيزه كده بتاعتي احطهم، ومن جهه بنضع الشمعة في الجهه دي ومن الجهه الثانيه بنبص عليها. اول ما بحطهم كده على استقامة واحده بيجي يبص من الناحيه دي من ورا ضوء الشمعة. طب لو جيت حررت الحوائط بأي طريقة يبقى مش هنرى ضوء الشمعة دي إلا لو الثلاث حوائط على استقامة إيه؟ على استقامة واحدة. زي حد بيخبط عليك الباب كده يقول لك قدام العين السحرية هتشوف بعد عين الناحية دي أو الناحية دي يبقى مش هتقدر تشوف. يبقى يمكن رؤية ضوء الشمعة إن أنا بكون الثقوب الثلاثة على استقامة إيه؟ واحدة. يبقى استنتجنا من هنا إن الضوء يسير في خط إيه؟ مستقيم. لما أنا حرك الحوائط ما يكونش على نفس الاستقامة، يبقى في الحالة دي هتكون الثقوب مش على نفس الاستقامة، فلن نرى ضوء الشمع. يبقى الضوء ما بيبقاش لا يزيد في خطوط منحنية، أمال بيزيد ازاي؟ في خطوط مستقيمة. يبقى دي أول خاصية للضوء. طب بناء على أن الضوء بقى يزيد في خطوط مستقيمة بنعمل تجربة باستخدام الثقوب الضيقة. ازاي؟ إن أنا لما علبة، أي علبة تكون عندي، وقمت بنزع أحد الجوانب بتاعتها وحطينا بدل الجانب ده ورقه شكل شفافه، ورقه خفيفه شويه. وعملنا ثقب هنا في الناحيه الثانيه حطينا الشمع، ونبص من الناحيه دي الثالثه تكون الاوضه مظلمه تماما. الاحظ تكون صوره للشمع، والشمع زي ما احنا شايفين هنا مقلوبه ومصفره، مقلوبه وصغيره. ايه اللي حصل هنا؟ ايه السبب؟ ان تكون صوره الشمع مقلوبه وصغيره لان الضوء بيسير في خطوط ايه؟ مستقيمه. هنا خدوا فكره عمل كاميرا التصوير. من هنا خدت عمل كاميرا الايه؟ التصوير. تاني حاجه بتترتب على ان الضوء بيسير في خط مستقيم ان انا لو عملت ايدي كده زي ما احنا شايفين، ايه اللي متكون على الصوره دي؟ الظل، او زي ما احنا بنقول العاميه كده الخيال. يعني ايه الظل؟ انا بقول ان الضوء بيسير في خطوط مستقيمه. طب لما الضوء بيسير في خطوط مستقيمه ايه اللي بيحصل؟ ايدي دي جسم معتم لا ينقص الضوء. اول ما الضوء يمشي يسير كده مش هيصل للسبوره او للحائط اللي ورا ايدي، فلاقي المساحه اللي خلف ايد بالظبط
مظلمه. يبقى الظله هو ايه؟ المساحه المظلمه التي تتكون خلف الجسم المعطي، بالضبط زي ما عملت كده. يبقى ادي الدليل الاساسيه وده الظل بتاعها. مساحه الظل هنا بتتغير على حسب موضع الجسم نفسه، كل ما بعد الظل يقل، كل ما قرب الظل يكبر، مساحه الظل تكبر. يبقى تكون الظل في قلب عيل، تكون الظل هقول له ايه؟ لانه الضوء مستقيم. طب عيل الثانيه تكون الصور خلال الثقوب الضيقه بتكون مقلوبه وصغيره، ليه؟ برضه نفس السبب، لان الضوء ايه؟ مستقيم. دي كانت الأول شخصية للكوره. طب أنا لما أجي أصنف المواد على حسب مزاجيتها في الكوره، هل كل المواد بتسمح إن الضوء يمر من خلالها؟ لا. في عندي ثلاث تقسيمات وجهة، ثلاث أنواع من المواد. أول حاجة المواد الشفافة. المواد الشفافة دي إيه؟ مواد تسمح بمرور الضوء خلالها أو بنفاذ الضوء خلالها. زي مين؟ الزجاج مثلا. إحنا مغسلين الزجاج وبرضه الفصل أو الأوضة في البيت منورين. حاطين مثلا على الترابيزه عندي، حط عليها لوح زجاجي وحط الصور تحتها، فبقدر اشوف الصور اللي تحتها بوضوح. الكشكول عندك او الكتاب بتجلده بجلاد بلاستيك شفاف خالص، بتشوف الكتاب كان ما عملوش اي حاجه. يبقى المواد الشفافه دي زي البلاستيك الشفاف ومثل الايه؟ ومثل الزجاج. يبقى ممكن اقول لها تعريفين، اول حاجه مواد تسمح بنفاذ الضوء خلالها، ومواد التي يمكن رؤيه الاشياء بوضوح. وانا قافله الشباك هنا في الفصل بشوف عادي المبنى التاني، المسؤول التاني، اي مبنى قريب من المدرسه، وانت في البيت قافل الشباك الازاز بتشوف العبارات اللي حواليك عادي جدا، مفيش اي مشكله. راكبين العربيه مثلا وقافلين الازاز شايفين الطريق، شايفين كل حاجه كان الازاز مفتوح. يبقى الزجاج والبلاستيك الشفاف دي من امثله المواد الشفافه. زي بالظبط عندي صوره هنا، زي ما احنا بنحط الصور بتاعتنا مثلا تحت الازاز، فبقى او برواز مثلا صوره، فبنلاقي الصوره واضحه جدا لان عليها زجاج شفاف. تاني نوع من المواد، المواد نصف الشفافه دي بتسمح بنفاذ بعض الضوء، زي ما دي مثلا الجلاد اللي انت مجلد بيه الكراسه بتاعتك، لون احمر او اصفر او ازرق، شايف الكراسه برضه بس مش بنفس الوضوح الشفاف خالص. كمان عندي مثلا لو ماشيه في زي الدائرة فاللي لونها هزه خفيفه بيبقى اكلها برضه مثال الفصل او الاوضه بيكون مضيف بس بنسبه اقل. يبقى المواد نصف الشفافه تسمح بنفاذ بعض الضوء، زي ايه؟ الجلاد البلاستيك الملون، المنديل الورق، لو جيت حطيت منديل على الصوره هنا هنراها زي ما احنا شايفين بس اقل وضوح. يبقى المواد نصف الشفافه اقل رؤيه بنحبها، اقل وضوح من المواد الشفافه. المواد المعقمة لا تسمح بنفاذ الضوء من خلالها زي ورق الكرتون. هاجي احط ورق كرتون، هاجي اجيب الجلاد الملون، ورق الهدايا، الجلد، ورق الفويل، كل دي مواد ايه؟ مواد معقمة. كل دي اسمها خمسة مواد معقمة. اجي اشوف بعد كده زي خاصية الضوء اللي هي انعكاس الضوء. يعني ايه انعكاس الضوء؟ انا دلوقتي لو الضوء دوت قبله يقول الضوء يا ستي خط مستقيم، طب اول ما يتقابل سطح عاكس يرتد الضوء في نفس الوسط. يعني ايه؟ يعني لما اجي اعرف الانعكاس اقول هو ارتداد الضوء عند سقوطه على سطح ايه؟ على سطح عاكس. ارتداد الضوء عند سقوطه على سطح ايه؟ عاكس. طب انا عندي هنا انواع الانعكاس بتكون ازاي؟ لما الضوء سقط على سطح مرايه مثلا نلاقي الانعكاس اللي بيحصل انعكاس منتظر، ونشوف هنا في الحاله دي صورتنا، نشوف هنا في الحاله دي ايه صورتنا. مين اول واحد فصل رؤيه الاجسام؟ عالم اسمه العالم الحسن بن هيثم، ده عالم عربي قال ايه؟ مين يا جماعه اللي بيشوف؟ هل العين الواحده اللي بتشوف؟ لا، الدليل لو الكهرباء قطعت مثلا في البيت بالليل متاخر ببقى انا مش عارف اشوف حاجه. طب ايه اللي بيحصل؟ لازم يكون الضوء، يبقى الضوء بيسقط على الجسم وينعكس الى الايه؟ الى العين فتحدث الرؤيه. يبقى الحسن بن هيثم هو أول عالم فسر رؤية الإيه؟ فسر رؤية الأجسام، وبتحدث نتيجة الانعكاس المنتظر للمواد، تحدث نتيجة الانعكاس المنتظر من إيه؟ للضوء. يبقى ده كده الانعكاس المنتظم وكيفية الرؤية، ونكمل المرة الجاية إن شاء الله.